اهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناه الحوار عبر هذا المنبر. حنا وصلنا دابا وصلنا للقريه ديال بوكماز، بغينا ننقلوا لكم تفاصيل ديال الموسم جني الجوز، الموسم ديال القرقاع. كما تشوفوا معنا هما الناس خدامين تيجنيو في القرقاع باش انهم يزودوا السوق الوطنيه بالجوز كيف تشوفوا. وكيف تشوفوا هاد الخيرات هادو صراحه شي حاجه باش انك تنتج وتعمل باش انك تنتج هاد المنتوج هذا، فان شي حاجه تحسب لهاد الناس هادو غادي نمشيو غادي نستقيو الاراء ديال الناس اللي خدامين في هاد القطاع.